بعد مرور دقيقتين يا هاني من بداية مباراة البنك الأهلي والنادي الأهلي، الجهاز الفني الموجود في المباراة واللي بيتفرجوا كلهم على المباراة عبر شاشات التلفزيون أدركوا إن نادي البنك الأهلي هيفضل يلعب بالعشر لعيبة كلهم تحت الكورة، كله هيبقى في نص ملعبه، حتى فادي فريد وأحمد علي كله بيقابل النادي الأهلي من نص الملعب، محدش خالص هيحاول يفكر يجي في نص ملعب النادي الاهلي ويضغط ليه عشان احافظ على المخزون البدني بتاعي اطول فتره ممكنه. طيب كتاب الكوره بيقول ايه لاي فريق عايز يهاجم فرقه بتلعب بخمس مدافعين؟ ما قدامكش غير حلين لا ثالث لهما. ايه هما الحلين؟ الحلين لو انت حبيت تلعب بيه ثلاثه على خط واحد مهاجمين، حتى سواء المهاجم الصريح ده موجود او بتلعب بيه فولس ناين، لازم تلعب بمفهوم كره اليد، واحنا حتى بنتكلم في ايام مونديال كره اليد. يعني ايه بطريقه كره اليد؟ كره اليد ببساطه يا جماعه، معظم الدفاعات في كره اليد بتبقى زون ديفنس، السته لعيبه بيقفوا على الدايره. عشان تخترق الست لعيبه دول لازم تلعب الكوره تمررها باسرع سرعه ممكنه عشان تلاقي فجوه تخترق منها. بمعنى لعيبه الاهلي لو هنلعب قدام الخمسه دول وانا قررت العب بثلاثه، يعني جناح ايسر ومهاجم في القلب وجناح ايمن، لازم الكره تتمرر ما بين اللعيبه دول، لعيبه خط وسط الملعب، لمسه ولعبه وتحرك، لمسه وتحرك. طيب الاسلوب ده مش هينفع فيه وليد سليمان بسبب ايه؟ بسبب زي ما قلت لك المخزون البدني والسن وعوامل كتيره، وبالتالي النادي الاهلي كان عنده مشكله في السرعه. المشكله في السرعه دي كانت خلت النادي الاهلي يتجه لايه في الشوط الاول؟ في ال 28 دقيقه لعبها وليد سليمان للتسديد، مظبوط، من خارج منطقه الجزاء. ليه؟ لان انت عندك ازمه في اختراق ده، لان كان وليد سليمان الفكره ببساطه عشان الناس تفهم ليه وليد سليمان كان فولس ناين، كان بينزل اهو في نص الملعب يخش كهربا بداله سترايكر وينطلق علي معلول ياخد هو الجناح، لان اوريدي ما عندكش انت ادنى مشكله ان بدر بانون وايمن اشرف يوفن اهو، ومحمد هاني كان بيأخر نفسه كواحد ثالث تحسبا ان ممكن البنك الاهلي يعمل هجمه مرتده فتوقف ثلاثه ورا. طيب ده الاوبشن الاول انا قلته النادي الاهلي ما عملوش. تمام. ايه الاوبشن الثاني؟ الفرقه بتلعب بخمس مدافعين وانت خلاص عرفت انك تلعب بتو سترايكرز صراحه، بمعنى ايه؟ تقلب الخطه خالص ل 4 4 2 فلات وتدخل اثنين مهاجمين صرحاء داخل منطقه الجزاء وتحط اثنين وينجات على الاطراف وتبدا تلعب الكروسات العرضيه باكبر عدد ممكن لغايه لما حد من الاثنين دول يخطف كوره عرضيه وكان الله بالسر عليهم تاخد ثلاث نقط وتروح. النادي الاهلي لما نزل حتى وولتر بواليا فضل يلعب بنفس التكتيك، محاوله الاختراق من عمق الملعب قدام فرقه بتلعبك بيه خمس مدافعين وثلاثه هاف ديفندرات. استراليا النهارده بصراحه اقدر اقول يعني كان هو عارف ايه العارضه، اول ما يلاقي لعيب من النادي الاهلي بيشوط بيرمي نفسه على الارض بكل قتال في الدنيا عشان يمنع التسديده دي تروح للمرمى. وبالتالي انا شفت تاني، برجع لنفس النقطه كنا بنقولها واحنا بنتكلم على الديسك، ان موسيماني تحس كده عنده عند فني. موسيماني راجل عنيد، عنده فكره عايز ينفذها، فمؤمن تماما ان الفكره دي هيفضل يحارب عليها لغايه ما ينفذها في نهايه المباراه. امتى بقى نكتشف ان موسيماني اتزنق؟ في تغيير الطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر نزل ببساطه لمده 8 دقائق، اشك ان حضرتك او اي حد من الساده المشاهدين حسيت بطاهر محمد طاهر في الملعب. ليه؟ ليه ببساطه نزل بدون ادنى دور. حسين الشحات موجود، وولتر بواليا موجود، محمد شريف موجود، قفشه موجود، طاهر محمد طاهر نزل مش عارف يعمل ايه. هو ببساطه حشد اسلحه هجوميه بالظبط، وعشان ما تقولش ان انا كان عندي ورقه على الدكه وما استغلتهاش. اول ما تشوف ان في لاعب نزل بديل وما عملش حاجه تعرف ان الخطا مش من عنده، لا ده من عند مدير الفني. ليه؟ ليه؟ لان انت اخترت اللعيب ده بعد ما شفت احداث المباراه، انت ما اخترتوش، ده مش لاعب انت بادئ بيه من الاول فنقدر نقول ايه هو في الدي اوف بتاعه، لا ده مش دي اوف. تمام. انت اللي مختاره وشفت مجريات الامور وشفت مجريات المباراه وظروفها، فما دام انت اخترت تكون منزله ومديله تعليمات انه يعملها، انت شفت مش انت اللي بتقرر. ما هو احنا دايما بنقول الشوط الثاني شوط المدربين. انت شفت وشفت الزنقه اللي انت حطيت نفسك فيها. وبالتالي انا بس هو بالحشد ده بانه يخلي حسين الشحات يبقى هو الباك يمين، يعني عشان يبقى بيزيد بما ان ما فيش اي محاولات من البنك الاهلي. نعم. فبقى فيه اكتر من لعيب جوه منطقه جزاء البنك الاهلي، فكان في واحده مثلا في اخر ثانيتين
لمحمد شريف اللي هي لولا انه ما لفش بسرعه وشاط او لقفشه قفشه هي محمد شريف لما كهربا اداها له. فكانت هي الحشد اللي حصل ده اعتقد كان الحل الاخير قدام التكتل في اخر خمس ست دقائق يعني. وهل صح هنا لما اجي اقول لك النهارده النادي الاهلي بيلعب البنك الاهلي اول مره يلعب في الدوري يبقى ليه فرصتين بس محققتين على المرمى؟ ده امر بصراحه انا شايف ان موسيماني غلط فيه.